هكذايا تسمعوا مليح وتعاودوا الطبشه. انا راني خادمو ديجا دونك من بعد نشوفوا الى كيف كيف ولا لا. طبسي من الاول طالع شغل واحد اشكيليه مختم بالبنس والموز شحال من تقنيه لو من الاول للعين ثلاثه صناف الاخضر لابيري تاع فلافل حبه فلافل مكسر مربعات مزربعه مخدومه بفلفل حار راس الحانوت داير الدير ويغلب شويه كمون قبل ما يولي مر ربع البصل طايب بقشورو يذوب في الفم زبده بعطورو حمر من جهتين قول مومو العين فوق مقروطة خبز الدار هو وخوه مربعين داوي بالزعيطرة والثوم في السكر محروق بنتو الدوم صدر حمام محمر في المقلى بلون وردي اللحم الطري والحالة متبلة طيب بكيس وفي ما سخون ما لازمش يغلى كيما يقولو في وهران غيب عقله تك الطير على فوم على بالي ماشي مفهوم تصوره هو طحينة خفيف كيس سحابة متوازن بنتو بنينة طبسيكا ياسمين لازم تجوعينا كما قلنا طحينة بلا كريم والسيطرو خدومة بوحد الحية يسموها السيفون كملوا البدع بلا صوص شهينا يا رفيق بدري صاج ما نفهموش خدموها بلا عظام الهي وحبة الحلاوة وكي تعقد مليح طلعوا بها المستوى زرعوها بكل مكان بعتوا بها براوات كنجي نطيب نزهة ما نخاف على بيها انا يا ماستر شاف على بيها انت يا ماستر شاف. ما تفهمش اسكو قاعد تسمع وتدخل في الريتم هذاك ديالو شغل تبدا تبوجي غير بالعقل برك ولا تكونسونطري وتسيد دي شيفري وشو يقول لك سيت نغمض عيني باش نسمع وشنو كان داخل رفيق صغير كان يشطح ديرونجاني شويه ديسكريبسيون كلش ضربه واحده